بقطاع الصحة منتهي بالكل، المستشفى هذه منتهية للصفر، كلها تعاني في روحها بروحها، الشعب منتهي، المستشفى هذه منتهية للصفر، والله المرضى متملحين، العلاج كل شيء الأدوية أي حاجة عاد يشوف فيها من برا، والله واللي ما عنده حد والله ياكل فيه المالح، والله منتهيين بكر للصفر، والله أنا لي 20 يوم قاعد أنا والله العرب متملحة، والله شفت مأساتهم كلهم والله عرب منتهية، والله الله قطاع الصحة منتهي عندنا للصفر. خدمات في تقصير خارجي وفي اساس الدكاتره همت مرات ندوروا فيهم عشان نلقوا فيهم همت، لكن باقي اللي ما شاء الله نظيف المستشفى امور طيبه ان شاء الله، والدكاتره والممرضين مرات ندوروا فيهم دوار في الابراج ما نلقوا فيهم همت الا كان بالمنوى بس يجي كلمه ودرنا الابر بتاعتنا نبوا الحزه تبونا وفضل السير همت. يعني المستشفى يعني هو كويسه فيه يعني حاجه واثنين، لكن مش عليك مالواجه يعني مستشفى فيه نواقص وفيه النظافة يعني بالذات لا يحتوى فيروس كورونا هذا نظافة الناس ما فيش كمامات ما فيش يعني هاي تبيلة بتكلم بيجيك عند هذا وهذا يعني فيه نقص عندهم يعني مش مية مية، لكن الحمد لله ماشي نحن جيد ماشي وخلاص الحمد لله. والله هي الحاجة الحمد لله، لكن التحاليل فيها عرقلة شوية فيها تأخير. لا ما شاء الله والحق فيهم تمام 100%. يعني في خدمات كويسة؟ لا في خدمات الحمد لله والله ما شاء الله. والله ديما يروحوا لقاءات ونناقشوا في القصه الصحه ديما